السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. هذه فيديو خاطئة توتالمون الشيء اللي نعمله فيه العادة. الفيديو هذه عبارة على سبيتش قريته انا في ايفينمون استدعوني ليها قبل اسمه بيتشا كوتشا، اللي هو عبارة على انك تعمل سبيتش طوله 6 دقائق و 40 ثانية. السبيتش هذا اسمه Never Lose Hope، كتبته انا وبالحق خليت فيه شوية من باركوري وشنو تعلمت من باركوري وشنية الحاجات اللي تعلمتها والنجم نفيد بها العباد. سو ما غير ما نزيدوا في الحديث، خليكم مع السبيتش. عسلم، اسمي احمد قلال، عمري 18 سنة وعام الجاي ان شاء الله نعدي باكمات. جو سوي ان يوتيوبر ملي عمري 11 سنة، يعني 7 سنين تويكا ملي بديت اليوتيوب. الايام تجري، الفيديوهات متاعي بدأوا بسوجي الجيمينج ولي جو فيديو ان جنرال، وبعديك تغرنت بالهاردوير متاع البيسي، لي كومبوزون متاع البيسي ولا نوفيل تكنولوجي. وكي دخلت في الدومين هذا حبيت نزيد نغرم العباد بالشي هذا ونزيد ننشر الكولتور هذه، وهكا اللي خلاني نتغرم بالفيديوغرافي والار هذايا متاع التصوير والمونتاج فيديو، باش نوصل المعلومة في احسن كاليتي ممكنة، وباش نحاول نوعي العباد ونوريهم خاطر احنا المجتمع في تونس ما هوش مغروم، وفما حتى عباد ما تعرفش وما تفهمش في الحوايج هذه، والمفروض انه العباد الكل يكونوا يفهموا في الدومين هذا اذا كان احنا بالحق نحبوا نقدموا ببلادنا، خاطرنا نجموا نكونوا من لي ميور كان نخرجوا هيك الانر انرجي والكرياتيفيتي اللي عنا، خاطر صدقوني عنا جنون في تونس في لي دومين الكل، جوست مش لاقين فرصتهم. موضوعنا اليوم ماهوش عليا انا كهو، ما علينا كتوانسة كشباب حاير وماهوش عارف اش يعمل في بلاد كل نهار تزيد تقرب للإفلاس، وبلاد كل نهار تزيد تغرق في الجهل وفي الوهم اللي صنعوهن الغرب وعايشين فيه هكيك ما غير حتى أدنى مقاومة، قابلين بالوضع متاعنا ورافضين توتالمو التغيير، خاطر ماشي في بالنا أنه شيء ما ينجم يتبدل. أنا بديت اليوتيوب عمري 11 سنة، كنت نتخيل اللي باش نلقى عباد تشجع، كنت نتخيل اللي كل شيء باش يجي بالسهل، أما كي بديت وقتها تصدمت بالواقع. حد ما يحبك تنجح، حد ما يحبك توصل، مالوريزمو هيك الواقع. صحيح لازم الواحد يحلم، أما لازم أون ميم طون يخمم في الواقع قبل ما يغزر في الحلم متاعه. أما ريت الواقع هيك اللي قلتلك أغزر له، لازمك تبعثه وتعتبره تحدي وبروبليم لازمك تحله. علاش الواحد ما يحلمش؟ هذا حق، أما في بلادنا ما يحبوناش نحلمه، ما يحبوناش نوصله، يحبونا كل قطيع نعيشه تحتهم، نكملوا هكا نعيشه هكاك حاكمينا في كل شيء، واللي يحل فمه ياكل على راسه. أنا ليامات هيك حلمت باش نكون يوتيوبر معروف، أما العباد ما حبتش الشيء هذا يصير، هذاك علاش حاربت باش وصلت، سبيت، تهنت، صرفت فلوس، تفكت لشاني اللي 6 سنين نخدم عليها وصلت بها ل 11000 أبوني، وقت اللي أنا في عز الكرياتيفيتي متاعي وحاطت فيها قلبي ووقتي. شوكيت وبكيت وقلت وفاه كل شيء، أما تفاجأت أنه لقيت عباد قاتلي عاود أبدأ، عاود من الصفر وأحنا معك. وقتها فهمت حاجة، صحيح وقانا صعيب، صحيح في أي لحظة نجم تكون مضمن على كل شيء ومطمئن، أما ما تعرفش على البلا منين يجيك، وفي هيك اللحظة بالحق never lose hope، كون قوي وتحمل، كون جبل ما يتهدش، احلم وحد ما ينجم يوقفك، وحتى كان طيحوك عاود اقف على ساقيك. never feel like you're a victim you're not. انا تفكت لي شاني قدام عيني اللي كان جيت عندي تو راني وصلت بها لبعيد، مش عندك تعمل، هكا اللي صار، move on just move on، ما نجحتش move on، شوف شنو الحل، ما تقفش غادي، ما تقول شوفت عليا، اتجاوز الحكايه وشوف وخمم في حل. انا بطيحه هذه ما وقفتش، ما قلتش يزي، لا بالعكس، ديريكت حليت شان اخرى وبديت نخدم، وكي خدمتي قوات ولاو يجوني دي كليون يحبوني نصور لهم دي فيديو، ولات العباد تطلب الخدمه متاعي، العباد تحب تتعلم مني، وهذه بالحق حاجه نفتخر بها وتشرفني ياسر، ونتمنى بالحق
بالحق نتمنى نكون سبب في أنه العباد تتعلم حاجات جديدة وتبحث وتطور من روحها. وما تتصوروش قدي نفرح كرا عبد شاف الفيديو متاعي وقال لي راني تعلمت حاجة جديدة منك يا أحمد وجي يسهلني باش نزيد نفيده. راهو شعور غير عادي بالحق، شعور ما يتوصفش، خاطر أنا كنت ما نعرفش كيف معناها، كنت كيفه ما نعرفش، وأنا تعلمت كل شيء نعرفه في الدومين هذايا متاع الهاردوير والفيديوغرافي من يوتيوبرز كيفهم، من يوتيوبرز زادة. أنا صحيح توا عباد تعرفني وعباد تسأل عليا وعلى خدمتي، أما ما زلت بعيد. وهذه أكثر حاجة لازم العبد يتمتع بها، ما ترضاش بالنجاح كي توصله، عمرك ما توقف باركور النجاح متاعك، وصلت كمل ما تقفش، خاطر إن فوا وصلت لازمك تدافع على الشيء اللي وصلت له. سو يزينا من اللي حكيته على روحي، I'm not a role model، وإن شاء الله في أخر عمري نولي، أما توا لا. أنا كي استدعوني خممت منيح، قلت What is the point باش أني نحكي على باركور متاعي، مانيش قدوة وجو سوي لوان من أني نكون قدوة، أما أم ميمتون قلت باركوري علمني ياسر حاجات. هذاك عليه قلت خليني نعمل سبيتش اللي يكون يحكي عاللي تعدى وعاللي يستنى. الماضي ينجم يكون باهي كما ينجم يكون خايب زاد، أما هو يقعد ماضي تعدى على روحه، ولازمك تخمم في اللي جاي. العبد لازمه يسهل مش شكون هو، مش شكون ما هواش، انك تعرف شنو انت وشكونك انت حاجة باهية، اما انك تعرف شكون مش انت وشنو تحب تكون انت هو اللي وصلك لشكون بالحق انت، وين تشوف روحك انهار اخر. stop giving excuses، ريت الصحاب اللي تشكيوا ياسر اللي الوقت الصحيح ما تلقاهمش، ولا ريت القهوة اللي نعديو فيها شطر وقتنا، نلعبو في الكارتة، نتفرجو في الماتشوات، ريت لي بار اللي نصارو فيهم، ولا ليكرون متاع البيسي اللي نسبة كبيرة وانا منهم، نتجنبو بها الكونتاكت مع العباد ونتسببو بها باش نقعدو في الدار. هالحاجات الكل هي سبب متاع ضيانة. دونك الحل هي انك معاش تعطي الشيء هذا من وقتك وطاقتك. نقص مشيان للقهاوي وابعد على الخلطة الخايبة، وقت تعمل الاكسيون هذه برك تفكرني تشوف روحك وقتك كيفاه يولي يمشي الحاجات مخير، الحاجات انت تحبها، حاجات تفيدك وتفرحك. احنا شعب مغروم بالفشل، احنا عباد نعشق ونموت على الفشل ونحب نعيشوه، وهذاك عليه العباد اللي تحب تخرج من الشيء هذا ما تلقاهاش في تونس. الكلها تهرب وتجي تلوم تعذر، خاطر كيما قلت احنا عباد ما نحبوش الخير لبعضنا، التقطيع والتريش ما عنده وين يوصل. وصدقني وين نخمم في اغلاط غيري ونشوف العيب في غيري نشوف العيب في روحي. احمد ربي علي انت فيه يا خويا، ما تغزلش لغيرك، عليه ياسر نشوف رواحنا فاشلين وما عنا وين نوصلوا، لازمنا نقبلوا واقعنا ونغيروه، ما هوش متاع نهار ومتاع نهارين، اما صدقوني يجي نهار ويتبدل كل شيء، انت تعيش للحظة هيكي وللهدف هيك، واذا تحب تبقى في الفشل خويا هكا كمل وحد ما هو باش يفيقك، خاطر انت الوحيد اللي تنجم تفيق وتنقذ روحك. اخر كلامي يا توانسة راهو شي ما يجيب الساهل، ان نغزر الماضينا حاجة باهية، اما ان نفتخر بحاجة مشيت على روحها ما عنده وين يوصلنا، لازمنا نصنع حاضرنا بيدينا ونغيره. فما سلاسل من فوق يجي نهار وتتبدل ويجي نهار وتتنحى، وسيستام متاع 60 سنة متاع فساد مش في نهار وليلة بيش يتنحى، اما كي نختمو تتكسر السلاسل هذه. وان شاء الله كلامي يكون فاتكم حتى شوية، وان شاء الله ما بعضنا نبدلو تونس الماخير، وان شاء الله نصنع تونس ماخير. مرسي بوكو بور لوبورتينيتي وبون سواري.
حاسلوا الولاد هذه السبيتش حاولت اني نقرأه كيما لازم يتقرأ معناها حاولت اني نحط الفيلينجز متاعي خطر انا كي كتبته راني بالحق نقصد اللي نقول فيه وهيك الشيء اللي نشوفه انا لازم يصير وهذو من صايح بالحق انا تعلمتهم في حياتي ونتمنى انه العباد تطبقها. حاسيلو ان شاء الله يكون السبيتش هذا يفيدك حتى شوية ونتمنى يجي نهار ونهارو تونس ما خير, هذا الهدف متاعنا ولازمنا نخمله. So thank you so much, see ya.